السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم احمد من قناة تيك ويندوز. قبل ما ابدأ معاكم ان شاء الله الشرح بتاع النهاردة، واللي بيشوفني لاول مرة بس اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد الشروحات الجامدة اللي جاية ان شاء الله، وتابعونا باستمرار. النهاردة ان شاء الله هقدم معاكم طريقة سهلة وبسيطة ان احنا نعمل نسخة احتياطية من الويندوز بتاعنا. احيانا كل مننا بيتعرض لمشكلة ان الويندوز بينهار احيانا، او ممكن ان جهازك يجيله فيروس ما، او فيروس الفدية اللي مبوظ الدنيا اليومين دول، واللي هو بيشفر ملفاتك ويبوظ شغلك بشكل كامل. النهاردة الشرح اللي احنا هنعمله ان شاء الله ان احنا نعمل نسخة احتياطي من الويندوز بالتعريفات بالبرامج بكل حاجة انت مثبتها عليه في ملف واحد، ونخزن الملف ده على جهاز خارجي او هارد خارجي او فلاشة خارجية، تمام؟ ده بيسهل علينا ان احنا نقدر نسترجع بياناتنا كلها مرة واحدة مع بعض بدون ان احنا ما ننزل ويندوز مرة تانية ونرجع تاني نسطب البرامج والتعريفات وما الى ذلك. البرنامج اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الشرح برنامج سهل جدا وبسيط، ولكن هو مدفوع، ولكن بيدينا تجربة لمدة 30 يوم، مش هنحتاج اكتر من كده في ال 30 يوم. اول ما بنفتح البرنامج اللي هو اكرونس ترو ايمج 2020 زي ما احنا شايفين كده، اول ما بنفتح البرنامج بيظهر لنا الواجهة بتاعته دي اللي هي واجهه الاكتيفيشن بتاعه، بيطلب السيريال نمبر. فاحنا طبعا حاليا هنستخدمه في الفتره التجريبيه، فهنعمل ستارت هنا. هيطلب مننا بعض البيانات هندخلها ونتابع. دلوقتي يا شباب فتح معانا البرنامج بعد ما سجلنا بايميل جديد، تمام؟ انا سجلت دلوقتي بالايميل بتاعي، وزي ما احنا شايفين البرنامج مديني 31 يوم هقدر استخدم فيهم البرنامج بشكل كامل للنسخه الاحتياطي او استرجاع ملفاتنا مره ثانيه. دلوقتي الواجهه الرئيسيه بتاعه البرنامج دي زي ما احنا شايفين، اول حاجه فيها على الشمال فوق اللي هي الباك اب او النسخ الاحتياطي. دلوقتي هو بيقول لي حدد لي الهدف اللي انت عايز تعمل منه نسخه احتياطيه. هنضغط على جهاز الكمبيوتر بتاعي عشان يبدا يجيب لي مجموعه اختيارات تانية. اول حاجه هو عايز او بيقول لي انتاير بي سي، او حدد الجهاز عندك هنعمل عليه او هنعمل منه نسخه احتياطي. تاني اختيار عندنا ديسكس اند بارتيشن او الهارد. لو انا عندي اكتر من هارد او بارتيشن معين عايز اخد نسخه احتياطي من الهارد ده كله، او بارتيشن معين جوه الهارد هناخد منه كله نسخة احتياطي. تالت اختيار معانا اللي هو files and folders، تمام؟ لو عندنا مجموعة ملفات مهمة جدا زي ملفات الشغل او فولدرات الشغل نقدر ناخد منها نسخة احتياطي برضو بتشفير البرنامج بتاعنا ده. رابع اختيار عندنا هنا ده للنسخة المدفوعة، مش هيهمنا كتير، للبيتكوينات البلوك تشين لو نعرف عنها، الناس اللي بتعمل تعدين للبيتكوين. خامس اختيار عندنا اللي هو الموبايل ديفايس، لو عايزين نعمل نسخة احتياطي من الموبايل عندنا سواء كان ايفون او اندرويد نقدر نعمل منه نسخه احتياطي عن طريق البرنامج للكمبيوتر بشكل طبيعي جدا. اخر اختيار معانا اللي هو الكلاود سيرفيس، لو احنا محتاجين ان احنا نرفع النسخه الاحتياطي اللي احنا عملناها دي على درايف السحابي زي وان درايف زي ما احنا شايفين، او اكرونس كلاود، ان احنا الملفات مش هتبقى او النسخه الاحتياطي دي مش هتبقى موجوده على الجهاز ولكن هتكون موجوده على النت. هنختار دلوقتي وليكن اول اختيار معانا انتاير بي سي، تمام؟ دلوقتي هو اختاره وهيعمل نسخة من الجهاز بالكامل. الجهاز عندي بالكامل هيعمل منه نسخة، كل البارتيشنات بكل الهاردات بكل حاجة، تمام؟ ولكن ده طبعا هيحتاج مساحة كبيرة جدا ان انا اخزن عليها لانه هيبقى ملف واحد بس. فانا هرجع تاني مرة تانية وهختار ديسكس اند بارتيشن، هختار البارتيشن اللي عليه الويندوز. زي ما احنا شايفين كده ظهر لي الهاردات اللي موجودة عندي. دلوقتي انا موصل الهارد الاساسي بتاع اللابتوب، تمام؟ وفي الفلاشة كمان. دلوقتي انا محتاج ان انا هعمل نسخة احتياطي للويندوز. زي ما وضحت لكم في اول الشرح احنا هنعمل نسخة احتياطي من الويندوز، ولكن انت طبعا تقدر تعمل اي بارتيشن تاني عادي سواء كان عليه شغلك او كده. فانا هختار بس اللي عليه الويندوز وبالبرامج بتاعتي كلها بالتعريفات بكل حاجة، اختار السي. هو بيقول لي النسخة الاحتياطي متوقع ان هي هتاخد 45 جيجا و6 من 10، فانا هقول له تمام، هنعمل اوكي. تمام دلوقتي خلاص هو سجل ان احنا هنعمل نسخة احتياطية من بارتيشن السي. بيقول لي حدد المكان اللي انت هتحفظ فيه النسخه الاحتياطي دي، هنضغط هنا. تمام دلوقتي جاب لي ثلاث اختيارات. اول اختيار اللي هو اكرونس كلاود زي ما وضحت لكم ده هيكون باشتراك، وفي برضه فتره تجريبيه ان احنا نحط الملف او النسخه الاحتياطيه دي على النت، مش هنسيفها على الجهاز عندنا، دي هتكون موجوده على النت على الحساب بتاعك في اكرونس كلاود. ثاني اختيار معانا وهي الفلاشه، الفلاشه زي ما احنا شايفين دي فلاشه صغيره 8 جيجا فمش هينفع اصلا. الاختيار الثالث معانا اللي هو ان احنا هنحدد هنختار هارد خارجي او بارتيشن تاني غير بارتيشن الويندوز نحط عليه النسخه الاحتياطي، وانا انصح ان احنا نخلي النسخه الاحتياطي دي على هارد خارجي او فلاشه خارجيه تكون كبيره شويه. فانا هعمل براوز كده، هقول له ذيس بي سي، تمام؟ وهختار بارتيشن الدي، هختار بارتيشن الدي عندي لان في مساحه متوفره كبيره،
تمام، هحط عليها النسخة الاحتياطي وهقول له اوكي. تمام، دلوقتي خلاص هو دلوقتي عارف ان احنا هنعمل نسخة احتياطي من بارتيشن سي بالكامل بالويندوز بالتعريفات بالبرامج بكل حاجة، وهنحط النسخة الاحتياطي دي على بارتيشن الدي عندي لان في مساحة. بعد كده في عندي مجموعة اختيارات، تمام، هنختار بس باك اب ناو. دلوقتي يا شباب زي ما احنا شايفين كده هو بدأ دلوقتي بيعمل تحضير للملفات ويشوف الحجم بتاعه قد ايه، تمام، وهيبدأ يعمل لي نسخة احتياطي من بارتيشن السي بالكامل بكل حاجة فيه على بارتيشن الدي. هننتظر بس لحظات لغاية لما يخلص. هو هياخد وقت طبقا للمساحة، كل لما المساحة كانت كبيرة عندك للملفات على بارتيشن السي كل ما هياخد وقت اطول معاك. فانا هنتظر معاكم لحظات كده وهنرجع تاني نكمل بعد ما يخلص ان شاء الله، عشان ارجع اقول لكم هنكمل ازاي. ورجعنا يا شباب مرة تانية. زي ما احنا شايفين دلوقتي البرنامج خلص تماما عملية النسخ الاحتياطي. دلوقتي هنشوف مساحة الملف اللي هو عمل فيه النسخة الاحتياطية مع بعض. دلوقتي احنا كنا عاملينه على بارتيشن الدي، مظبوط، ان هو كان هياخد نسخة كاملة من بارتيشن السي اللي هو ده، وهنشوف ان هو حجم الملفات عليه قد ايه. حجم الملفات عليه زي ما احنا شايفين كده 42 جيجا و8 من عشرة. طيب انا دلوقتي عملت النسخة الاحتياطية على بارتيشن الدي، هندخل عليه دلوقتي. هو ده ملف النسخة الاحتياطي بتاع بارتيشن السي بالكامل. طيب خد حجم قد ايه معانا؟ خد 17 جيجا، تمام. دلوقتي كده النسخة الاحتياطية او بارتيشن السي كامل بكل برامجه بتعريفاته بكل حاجة فيه واخد دلوقتي 17 جيجا في الملف ده. ده النسخة الاحتياطية بتاعتنا. هناخده دلوقتي ونحطه على اي هارد خارجي عندك او اي مكان امن، بحيث ان انت يكون عندك نسخة احتياطية تقدر ترجع لها في اي وقت وتثبتها. طيب هنثبتها ازاي؟ ده اللي انا هقوله لحضراتكم دلوقتي مع بعض بالخطوات البسيطة اللي هنعملها مع بعض. هنرجع مرة تانية للبرنامج بالشكل ده، تمام، وهنبدأ نتعرف ازاي ان احنا هنرجع النسخة الاحتياطية في حالة ان الويندوز وقع او البارتيشن حصل فيه مشكلة. هندخل دلوقتي على اختيار تولز في القائمة اللي على الشمال دي، هيظهر لنا مجموعة من الادوات. الادوات دي احنا مش هنحتاج منها غير هو الاختيار ده بس اللي هو Rescue Media Builder. هنختار الاختيار ده وهقول لكم دلوقتي ده بتاع ايه. الاختيار ده جماعة خاص بعمل نسخة قبل للإقلاع أو قبل للبوت من البرنامج، بحيث ان احنا نقدر نرجع الكمبيوتر بحالته زي ما كانت من خلال النسخة الاحتياطية بتاعتنا. بمعنى دلوقتي انت عندك حصل مشكلة في الويندوز والويندوز وقع تماما وانت مش عارف تنزل ويندوز او عارف تعمل اي حاجة. طيب في الحالة دي هنحتاج ايه؟ هنحتاج اما يكون عندك اسطوانة قبل للإقلاع من البرنامج ده، وده هنعرفه ازاي دلوقتي، او فلاشة دي هتكون انت مجهزها لحالات الطوارئ لو الويندوز وقع الجهاز يعني حصل فيه مشكلة او كده. بسهولة جدا هنعمل الخطوة دي زي ما هنشوفها دلوقتي. هنضغط على سيمبل، هيظهر لنا دلوقتي ثلاث اختيارات. اول اختيار هو بيقول لي دلوقتي انت عايز تعمل نسخة البرنامج دي على ايه بالظبط. عايز تاخدها ملف ايزو وبعد كده تنسخه على اسطوانة، تمام، ولا ملف WIM الخاص بريكفري ويندوز، او تعملها مباشرة على فلاش ميموري. فدلوقتي انا هجرب معاكم الاختيار الاولاني، ان احنا هنخلي او هناخد نسخة من البرنامج في وضع الطوارئ ده على ملف ايزو. هنضغط على ايزو فايل. دلوقتي بيقول لي شوف انت عايز تسيف الملف فين. هقول له وليكن مثلا على الديسكتوب وهقول له سيف. تمام، بيقول لي دلوقتي هو هياخد معانا 872 ميجا، مفيش مشكلة، هنقول له بروسيد. هننتظر بس لحظات خلص معانا نسخ الملف ده، وبعد كده هقول لكم ازاي هنبدا نستخدمه في حاله الطوارئ. لو حصل عندك اي مشكله نقدر نسترجع الملف اللي احنا خدناه نسخه احتياطي من قبل كده، بحيث ان احنا ما نرجعش ننزل ويندوز من جديد ولا كده. لا، هو احنا هنرجع بس الملف ده، ومجرد ما تفتح الجهاز هتلاقي كل حاجتك زي ما كانت بالظبط، نسخه بالكربون. ننتظر بس كده لحظات. دلوقتي يا شباب الملف الايزو الخاص بالطوارئ بالبرنامج اتعمل خلاص زي ما احنا شايفين كده. الملف ده هنقدر ان احنا ننسخه على اسطوانة دلوقتي او فلاشة، تمام. في الحالتين هو بننسخه بطريقة سهلة جدا بنفس البرنامج اللي استخدمناه قبل كده مع نسخ الويندوز، ملفات الايزو للويندوز اللي هو ريفوس. البرنامج ده هحط لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفتحه كده وهنضغط على اختر، تمام، هيفتح لنا القائمة دي. هنختار منها ديسكتوب اللي هو المسار بتاع ملف الايزو اللي اتعمل من البرنامج اهو زي ما احنا شايفين. هو ده نختار الملف كده، تمام، هو هيحدد كل حاجة لوحده، تمام. اختار بس الحاجة اللي انت هتتأكد منها او تغيرها برضو اللي هي مخطط التقسيم. لو انت مقسم الهارد عندك بتقنية الجي بي تي يبقى تختارها جي بي تي، لو بنفس التقسيم بتاع الهاردات القديمة يبقى هتختار ام بي ار. انا عندي بنفس التقسيم القديم اللي هو الام بي ار، فانا هختاره
تمام، وهنعمل ابدا. في الحاله دي هو هينسخ ملف الايزو ده على الفلاشه اللي عندي او الاسطوانه، يعني زي ما انت شايف اللي انت عايزه بالظبط. وهنعمل ابدا، هيبدا ينسخه لي دلوقتي على الفلاشه، وطبعا بيقول لي ان انا هفرمت الفلاشه الاول. هقول له مفيش مشكله، نستنى بس لحظات لغايه لما يخلص، وبعد كده هرجع معاكم مره ثانيه وانا كان الجهاز عندي باظ بقى، وبعمل استرجاع للنسخه الاحتياطي دي مره ثانيه من الفلاشه. يعني انا هكون محضر الفلاشه تمام، ومن اول ما افتح الجهاز على طول من اول البايوس عندنا والاختيارات اللي احنا هنعملها عشان نخلي الجهاز يقوم من على الفلاشه او يعمل اقلاع من على الفلاشه مش من على الهارد تمام. وهنتابع الخطوات بعد كده، بس هستنى ان هو يخلص نسخه دلوقتي. دلوقتي يا شباب زي ما احنا شايفين انا كده عملت ريستارت للجهاز الكمبيوتر عندي تمام. اول حاجه هعملها هضغط على F12 او F11 حسب الجهاز بتاعك عشان ادخل على قائمه البوت. دلوقتي اللاب بتاعي ده ديل، ضغطت على F12 عشان يجيب لي قائمه البوت. زي ما هنشوف دلوقتي ظهر دلوقتي قائمه البوت اللي هو هيقوم منها سواء كان فلاش او الهارد. دي الاختيارات اللي عندي كلها، انا هختار بس هو معمول على الانترنال هارد، هنختار USB storage device عشان يدخل على الفلاشه تمام. دلوقتي فتح معايا البرنامج على الفلاشه، ده النسخه الخاصه بالطوارئ. زي ما وضحت لكم هو دلوقتي جايب لي اختيارين في الواجهه الرئيسيه بتاعته. اول حاجه ان احنا هنعمل باك اب تمام، ودي خلاص احنا عملناها قبل كده تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل ريكفر او استرجاع للنسخه الاحتياطي بتاعتنا تمام. فهنضغط على ريكفر كده. دلوقتي هو ظهر لي ملف الباك اب او النسخه الاحتياطي بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. كل اللي احنا هنعمله هنضغط عليها كده كليك يمين وهنختار ريكفر. مجرد ما احنا هنعمل ريكفر هيفتح لنا صفحه تانية كده او ويندو تانية. في الويندو دي في عندنا اختيارين، اول اختيار عندنا ان احنا هنعمل ريكفر على الهارد اللي عندنا والبارتيشنات تمام، او هنختار منه بعض الملفات بس اللي احنا هنسترجعها. يعني هنسترجع الملف كله او النسخه الاحتياطي كلها مره واحده، او هنختار منها بعض الملفات اللي احنا هنرجعها. فانا هختار اول اختيار بحيث ان هو يرجع لي البارتيشن السي زي ما كان بالظبط بكل ملفاته. هنعمل نيكست، بيقول لي دلوقتي التاريخ بتاعك مظبوط يوم 12. هيظهر لنا دلوقتي ان هو محتاج يعرف بس التاريخ او اخر تاريخ تم تعديله على النسخه الاحتياطي دي. هو مختاره اوريدي 12 تمام، هنختار بس هنا الوقت تمام وهنعمل نيكست. دلوقتي ظهر لي زي ما احنا شايفين كده الاختيارات بتاعته او النسخه الاحتياطي بتشتمل على ايه بالظبط. دلوقتي هم وضح لي ان هي ظاهر فيها بارتيشن السي وكان حجمه 49 جيجا، والملفات المستخدمه فيه كانت 35 جيجا، وفي البارتيشن ده خاص بالويندوز، وده الام بي ار الخاص بالتقسيم تقسيم الهارد. فاحنا هنعلم عليهم هما الثلاثه تمام وهنعمل نيكست. مجرد ما هنعمل نيكست هيظهر لنا قائمه تانية كده تمام، بيوضح لي ان هو بياكد معايا دلوقتي ان النسخه الاحتياطيه دي خاصه ببارتيشن السي تمام، والبيانات بتاعتها كامله. فانا هقول له تمام مظبوطه، هنعمل نيكست. دلوقتي جاب لي ملفات البارتيشن الاي اللي هو خاص بملفات الويندوز برضو. البارتيشن ده مخفي يا جماعه، مش ظاهر معانا زي بارتيشن السي، فما فيش مشكلة خالص، ده مش هنعدل عليه وهنعمل نيكست. دلوقتي هيظهر معاك الصفحة بالشكل ده، وبيطلب فيها ان هو يعرف الهارد بتقسيم ال MBR زي ما كنا قلنا عليها في الاول. هو كده كده مختار الهارد بتاعي موجود معاه الفلاشة، فانا هختار الهارد بتاعي عادي جدا وهعمل نيكست تمام. دلوقتي وضح لي كل البيانات اللي هي خاصة بالنسخة الاحتياطي بتاعها تمام، والبيانات الاسترجاع وهيرجعها فين وهيعمل ايه بالظبط تمام. كل ده خلاص احنا عدينا عليه بشكل سليم. كل اللي احنا هنعمله هنعمل بروسيد. مجرد ما هتعمل بروسيد هيبدا معاك ان هو يرجع الملف ده تمام على البارتيشن السي مره ثانيه، هيرجع لك الويندوز بالتعريفات بالبرامج بكل حاجه. فكره البرنامج ده كلها يا شباب ببساطه مره ثانيه ايه، ان هو بيسحب نسخه كربون من البارتيشن اللي انت بتحدده له ايا كان البارتيشن ده ايه او الهارد ده ايه. هو بيشوف اللي هو قطعة بياخد منها نسخة كوبي، النسخة دي بيخليها في ملف واحد، وفي نفس الوقت الملف ده بيضغطه ضغط كبير جدا. زي ما احنا شفنا دلوقتي بارتيشن السي عندي كان 45 جيجا، خلاه 17 جيجا في ملف واحد اللي هو النسخة الاحتياطي. ومن خلال الفلاشة بتاعتك او اسطوانة بتقدر تشغل البرنامج في وضع الطوارئ ده زي ما احنا شفنا دلوقتي، ترجع الملف اللي انت عملته نسخة احتياطي بترجعه مرة ثانية على اي بارتيشن انت عايزه او كنت عامله من قبل كده. مجرد ما يخلص معاك العملية دي
هيرجع الويندوز يشتغل معاك بشكل سليم، ولا هتحتاج تنزل ويندوز تاني ولا تعريفات ولا برامج ولا اي حاجة. دلوقتي هنجرب احنا مع بعض الخطوات دي عندكم، واي حد هتواجهه اي مشكلة ابعتولي على طول او اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله لحظة بلحظة، وهساعدكم ان شاء الله في حل اي مشكلة هتقف معاكم في الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم احمد من قناة تيك ويندوز. موضوع فيديو النهاردة ان شاء الله لحل مشكلة ناس كتير بتعاني منها، وهي اختراق الواي فاي الخاص بيك في البيت. بعض الراوترات حاليا وخصوصا القديمة منها شوية فيها بعض المشاكل التقنية من ناحية تأمين اتصال الواي فاي بتاعك، عشان كده احيانا بتلاقي فيه اطفال تحت البيت عندك او ما شابه معاهم موبايلات، ويعني بيسحبوا من الواي فاي بتاعك، ما تعرفش ازاي عرفوا الباسورد او ازاي اخترقوا الواي فاي بتاعك. حاليا بالنسبة لتطور تقنيات برمجة التطبيقات اللي على الاندرويد بتستغل الثغرات الموجودة في الراوترات عشان تعمل اتصال عليه بدون الحاجة لباسورد، وده بيأثر طبعا على الباقة بتاعتك ان هي تخلص قبل ميعادها، وكذلك بتخلي لك النت بطيء. لذلك النهاردة ان شاء الله هشرح معاكم ازاي نأمن الواي فاي بتاع الراوتر بتاعنا بشكل كامل، بحيث ان ما فيش اي حد يقدر يدخل عليه غير اصحاب البيت عندك، وبطرق سهلة وبسيطة. قبل ما ابدأ بس معاكم ان شاء الله الشرح، ما ننساش نعمل سبسكرايب في القناة ولايك للفيديو لو عجبنا. يلا بينا شرح النهاردة ان شاء الله يا رجالة، هيبقى على راوتر وي او تي اي داتا الفيديو اس ال الجديد. الراوتر ده موديله هواوي دي جي 8045. اول حاجة هنعملها مع بعض هندخل على صفحة الراوتر، وكلنا طبعا عارفين العنوان بتاعها اللي هو 192.168.1.1. هيفتح لنا بالشكل ده كده، هيطلب منك يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم الديفولت بتاعه او الاساسي بتاعه هتلاقيه موجود في ظهر الراوتر زي ما هوضح لكم في الصورة دلوقتي. تمام، هنكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعه وهنعمل لوج ان. هيفتح لنا الشكل الجديد بالمنظر ده. عشان ندخل على اعدادات الواي فاي هندخل على هوم نتورك، بعد كده هيظهر لنا اول حاجه معانا اللي هو الشكل ده. الشكل ده بيجيب لك كل الاجهزه اللي عندك في البيت حاليا اللي متصله او كانت متصله بالواي فاي دلوقتي، يعني الاجهزه اللي منوره باللون الازرق دي اللي مفتوحه دلوقتي، عندي اللاب وعندي اكسس بوينت وعندي الجهاز الشخصي بتاعي، وفي اجهزه تانية دي حاليا مش متصله. فبالتالي من خلال القائمه دي انت تقدر تعرف في اي وقت الاجهزه المتصله عندك او اللي داخله على الواي فاي. طيب انا دلوقتي محتاج ان احنا نبدا بقى نامن الواي فاي بتاعنا، وبرده نتعرف على شويه حاجات بسيطه كده. هندخل على اول حاجه اللي هي WLAN settings في القائمه اللي على الشمال دي، بيظهر لك عندنا في البيزك سيتنجز اول حاجه التردد اللي انت شغال عليه اللي هو 2.4 جيجا هرتز. هندخل على اول حاجه ال WLAN encryption او تشفير الوايرلس بتاعك. تشفير الوايرلس بتاعك بيظهر لك اعدادات الشبكه بتاعتك بتاعه الراوتر. اول حاجه اسم الواي فاي، وانا عامله اورنج اهو زي ما انتم شايفين، تقدر تغيره من هنا باي اسم انت عاوزه. تمام، ويفضل طبعا او هو لازم يكون انجليش، مش هينفع يكون عربي ابدا. بعد كده عندنا في حاجه اسمها ماكسيمم كلاينتس. الماكسيمم كلاينتس اللي هي الاجهزه المتصله على الراوتر في نفس الوقت، بمعنى دلوقتي انت عندك في البيت مثلا اربع اشخاص، ومثلا عندك تلفزيون سمارت وما عندكش كمبيوترات خالص، فبالتالي كده انت مجموع الاجهزه عندك اربع موبايلات وتلفزيون سمارت، يبقى كده خمس اجهزه. طيب يبقى انا كده محتاج ان انا اخلي اقصى عدد يقدر يدخل على الواي فاي في نفس الوقت خمسه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو عندي اصحاب البيت كلهم فاتحين من الموبايلات، وفي الشاشه السمارت بتاعتك متصله هي كمان، لو في حد تاني معاه معاه الباسورد مش هيقدر يدخل على الواي فاي. ليه؟ لان انا عملت ماكسيمم لعدد المتصلين خليته خمسه. طيب نفترض ان انت مثلا والمدام اتنين بس، موبايلين بس اللي في البيت، يبقى خلي الرقم ده اتنين. الاتنين دي خلاص كده انت قفلت ان احنا طالما احنا الاتنين متصلين مفيش اي حد تاني هيقدر يدخل معانا. دي اول حاجه بنقدر نأمن بيها الواي فاي، ان انت تعمل ليميت لعدد الاجهزه المتصله في نفس الوقت. هندخل دلوقتي على قائمه السكيورتي مود، ودي اهم حاجه معانا. في عندنا مجموعه اختيارات، من ضمن الاختيارات دي افضل اختيار لازم نختاره اللي هو WPA-BSK/WPA2-BSK. نختار الاختيار ده. في ناس هتسال يعني ايه الاختيار ده اصلا او كده. كلمه WPA دي اختصار ل Wireless Protected Access، ودي عباره عن بروتوكول لحمايه الشبكه. البروتوكول ده مكون من مجموعه لوغاريتمات، اقوى حاجه فيها حاليا اللي هو النظام ده، ولكن في بعض الراوترات غير راوتر وي اللي انا شغال بيه دلوقتي، راوترات جديده زي راوترات دي لينك مثلا او تومسون، الراوترات دي فيها نوع جديد من الحمايه اللي هو WPA3. لو حابب تتعمق اكتر في التعريف ما بين او الفروق ما بينهم، هقدر اسيب لكم ملخص تحت او لينك تعرف فيه الفروق ما بينهم. ولكن حاليا بالنسبه لمعظم الراوترات اللي موجوده عندنا في مصر، افضل اختيار اللي هو الاختيار ده WPA/WPA2. طيب هننزل تحت في حاجه
عندنا اللي هي WPA Encryption Mode، تمام؟ دي برضو نوع من أنواع التشفير، وانت هتلاقيه هو مختارها تلقائياً على TKIP Plus AES. بعد كده يا شباب عندنا في WPA Pre-Shared Key، ده الباسورد بتاعك، تقدر تعدله من هنا بأي باسورد انت محتاجه، ولو حابب يعني تكتبه أو تعرضه وانت بتكتبه هتضغط على Show Password هتعلم عليها صح، هيظهر لك الباسورد. الاختيار ده يا جماعة اللي هو Hide Broadcast، هايد برودكاست مجرد ما بنعلم عليها صح ونعمل سيف الشبكة بتاعتك بتبقى مخفية، بمعنى ان اي حد هيقدر يعمل بحث على شبكات الواي فاي في المحيط اللي انت موجود فيه مش هيظهر له اسم الشبكة، فبالتالي لو هو عايز يعمل اتصال على الشبكة بتاعتك لازم انت هتكتب اسم الشبكة بشكل يدوي، هتكتب اسم الشبكة بالكامل مظبوط، بمعنى لو انت كاتب هنا حروف كابيتال، يعني انا دلوقتي كاتب بص حرف كابيتال والباقي سمول وفي حرف كابيتال تاني، لو انا كتبت كله سمول في الموبايل مش هيعمل اتصال، لو جربت هنا يعني حرف اختلف واحد بس مش هيعمل اتصال نهائي، فبالتالي هتواجه مشكلة احيانا يعني غالبا كمان على الاجهزة الذكية عندك زي التلفزيون الذكي، فبالتالي انا ما بفضلش بصراحه ان احنا نعمل الحكايه دي، ومش بتحميك بنسبه 100% لان في اجهزه ولكن هي اجهزه متقدمه شويه شغاله بنظام كالي لينكس لو حد يعرفه عنه، ده لاختراق الشبكات وبيجيب برضو الشبكات المخفيه، فعشان كده انا ما بفضلش ان انت تعمل اخفاء للشبكه. دلوقتي يا شباب هنتعرف على خاصيه ال WPS. الخاصيه دي برغم ان هي معموله عشان تسهل علينا اتصال الواي فاي ولكنها افضل ثغره للمخترقين ان هم يدخلوا على الواي فاي بتاعك. طيب يعني ايه اصلا WPS؟ WPS اختصار ل Wireless Protected Setup. الخاصيه دي معموله ان هي تسهل علينا اتصال الواي فاي ما بين الاجهزه والراوتر من خلال ان انت بتقدر تكتب حاجه اسمها رقم البين كود، مجرد ما تكتب رقم البين كود بيتم الاتصال على طول بدون ما تحتاج ان انت تكتب اسم الشبكه او تختار اسم الشبكه او الباسورد. الخاصيه دي يا جماعه زي ما وضحت لكم اسوأ خاصيه موجوده في الراوترات حاليا لانها بتسهل على المخترقين، وفي برامج كتيره جدا للاندرويد بتقدر تخترقها، فبالتالي لازم ان احنا نلغي الخاصيه دي تماما لان بعض الراوترات بتيجي مفعله تلقائيا بالخاصيه دي. اهم حاجه ان انت تتاكد ان انت قفلتها، هي بتتقفل من الصفحه هنا وكذلك ليها زرار موجود في ظهر الراوتر عندك هتلاقي مكتوب عليه WPS، وكذلك في لمبه برده مكتوب عليها WPS، اتاكد ان اللمبه دي مطفيه مش شغاله معاك، فبالتالي الخاصية دي احنا قفلناها. وبرضو هسيب لكم مصدر تحت تعرفوا منه عيوب الخاصية دي تماما. دلوقتي هندخل معاكم على اخر حاجة في خطوات تأمين الواي فاي بتاعك وهي الوايرلس اكسس رولز. خاصية الوايرلس اكسس رولز يا شباب دي بتخلينا نتحكم مين يقدر يعمل اتصال على الواي فاي ومين ما يقدرش يدخل على الواي فاي حتى لو معاه الباسورد وعارف اسم الشبكه وعارف كل حاجه. احنا عندنا هنا في 3 اختيارات، اول اختيار بيقول لي ان كل الاجهزه تقدر تتصل بدون اي مشكله عادي جدا، تمام ده اللي انا عامله دلوقتي، وفي اختيار تاني وده للامان التام يعني ما فيش اي حاجه بعد كده امان بصراحه، ان انت بتحدد الاجهزه بس اللي تقدر تعمل اتصال. هنختار الاختيار ده ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم. دلوقتي هو وضح لي ان ارى كل الاجهزه بتاعتي اللي انا موصلها قبل كده، تمام بيقول لي علم لي صح على الاجهزه بس اللي انت عايزها تتصل، يعني لو عندي موبايل مثلا مش عايزه يعمل كونكت على الواي فاي او يدخل على الواي فاي بتاعي تاني خلاص مش هعلم عليه صح، انا هعلم بس صح على الاجهزه اللي انا عايزها تتصل بالواي فاي. طيب نفترض ان في جهاز تاني انا لسه جايبه موبايل جديد وعايز اضيفه ان هو يقدر يعمل كونكت على الشبكه، هنروح عاملين اد ديفايس هنا هيظهر برده القائمه بتاعتي كلها هنا، وهنروح عاملين نيو جديد، تمام دلوقتي ظهر لي البيانات بتاعه الموبايل او جهاز الكمبيوتر ده، هو دلوقتي طالب مني الاسم اسم الجهاز تمام ونوع الجهاز ده ايه، لابتوب ولا ديسكتوب كمبيوتر ولا سمارت فون ولا تابلت ولا ايه بالظبط، ولا كاميرا مثلا ولا ايه بالظبط. طيب هحدد انت يعني عايز تضيف ايه بالظبط في القائمه دي، واخر حاجه ودي اهم حاجه طبعا هنضيف حاجة اسمها الماك أدرس. الماك أدرس ده يا شباب ده رقم زي رقم التليفون كده، ده موجود في كل الأجهزة اللي بتقدر تتصل على الواي فاي، الكمبيوتر بتاعك ليه ماك أدرس، الموبايل ليه ماك أدرس، السمارت تي في ليه ماك أدرس، كل جهاز بيبقى ليه ماك أدرس مكون من الأرقام دي كلها مختلف عن أي جهاز تاني. طيب الرقم ده بنعرفه ازاي؟ بسهولة جدا هقول لكم، يعني أنا مثلا عايز أجيب الماك أدرس بتاع اللابتوب عندي، هنروح عاملين كده وهندخل على Open Network and Sharing Center، تمام هيظهر لنا الشكل ده، هنضغط على تشينج ادابتر سيتنجز ظهر لنا الشكل ده. طيب انا عايز اعرف الماك ادرس بتاع الواي فاي عندي، هروح داخلين كده على كليك يمين عليه وهنضغط على ستاتس، زي ما احنا شايفين كده ظهر معايا الشكل ده بالبيانات بتاعتي، هنضغط على ديتيلز ظهر معانا الشكل ده. فين الماك ادرس ده يا شباب؟ الماك ادرس اللي احنا بنتكلم عليه زي ما احنا شايفين كده فيزيكال ادرس 3 4 الى اخره، ده الرقم اللي موجود للواي فاي عندي بتاع اللاب. بالنسبه للموبايل هعرض لكم صوره دلوقتي من الموبايل عندي بيها رقم الماك ادرس، رقم الماك ادرس ده لما احنا هنضيفه هنا
تمام خلاص كده هو اضاف ان هو بقى جهاز موثوق يقدر يعمل اتصال في اي وقت على الواي فاي بتاعك. طيب لو انت جاي واحد عندك ضيف مثلا واديته اسم الشبكه والباسورد هيقدر يعمل اتصال؟ لا مش هيقدر، حتى لو دخل الباسورد صح او عمل اي حاجه خلاص. احنا الراوتر بتاعنا حاليا بقى متبرمج في اجهزه معينه اللي احنا محددينها دي هي بس اللي هتقدر تعمل اتصال على الواي فاي بسهوله جدا. طيب نفترض ان انت مش عايز الاختيار ده، يعني انت مش عايز تحدد بس الاجهزه اللي تعمل اتصال. في عندنا اخر اختيار معانا اللي هو انت بتعمل حب لاجهزه معينه، بمعنى ان انت في عندك مجموعه اجهزه في البيت تمام، انت مش عايز الاجهزه دي تخش ابدا على الواي فاي، فهتختار الاختيار الثالث ده تمام وتحدد الاجهزه دي، بمعنى الاجهزه اللي احنا هنختارها بس هي دي اللي مش هتقدر تتصل. اي جهاز تاني معاه اسم الشبكه والباسورد هيقدر يعمل كونكت عادي جدا، ما عدا الاجهزه اللي انت هتضيفها دلوقتي. يعني مثلا انت عرفت مثلا موبايل جارك كان عامل لك اختراق مثلا على الواي فاي، هتعرف بس رقم الادرس بتاعه او الماك ادرس وتضيفه بالطريقه بتاعتنا عادي زي ما وضحت لكم كده نيو، وهنضيفه هنا خلاص كده. مهما عمل او مهما جاب برامج اختراق على الموبايل عنده، شكرا مش هيقدر يعمل كونكت نهائي على الراوتر عندك. الطريقه دي يا جماعه ببساطه جدا هتحميك جامد جدا من اي اختراق. يبقى كده بس عشان ارجع الخص لكم برده الموضوع مره تانية، احنا عملنا ثلاث حاجات مهمه. اول حاجه ان انت تعمل تحديد للاجهزه اللي هتدخل على الواي فاي بتاعك، عددها كام جهاز، دي اول حاجه عملناها وبنامن بيها الشبكه. تاني حاجه ان انت تختار اسم الشبكه، تغيره من الاسم الافتراضي بتاع الراوتر اللي جاي بيه وتعمله باسم انجليش جديد. تاني حاجه اخترناها معانا او عملناها عشان نامن الواي فاي السكيورتي مود، اتاكدنا ان هو WPA/WPA2 تمام، وتعمل الباسورد بتاعك طبعا مش اقل من 9 عناصر مكون من حروف وارقام ورموز. تاني خطوه عملناها ان احنا نتاكد ان احنا مش مفعلين خاصيه ال WPS اللي وضحتها لكم، الخاصية دي اللي هي الأساس في الاختراق ولازم نقفلها تماما وتأكد ان هي مش مفعلة على الراوتر بتاعنا. آخر حاجة زي ما وضحت لكم اللي هي الوايرلس اكسس رولز، وان احنا نحدد بس الأجهزة اللي تقدر تعمل كونكت على الواي فاي حتى لو معاها الباسورد بتاعنا. طيب دلوقتي احنا كده شرحنا ببساطة الخطوات في تأمين الواي فاي بتاعنا، وانا بأكد لكم تماما ان مفيش اي حد هيقدر يعمل اختراق للواي فاي بتاعك مرة تانية. في بس اخر حاجة بسيطة برضو حابب اوضحها لكم، هنفترض دلوقتي ان جارك اللي اخترق الواي فاي ده عرف اسم المستخدم الخاص بصفحة الراوتر والباسورد، في الحالة دي هتحتاج ان انت تغيرهم. طيب هتغيرهم ازاي؟ هندخل على مينتين القايمة دي، وبعد كده هندخل على اكونت مانجمنت، هيظهر لك الاختيار ده، هتضغط على ايديت هيظهر لك دلوقتي اسم المستخدم اللي هو ادمن والكرنت باسورد اللي هو الباسورد الحالي، وهتكتب الباسورد الحالي بتاعك وبعد كده هتكتب الباسورد الجديد هنا وتكرره مرة تانية وتعمل سيف. الخطوة دي يبقى انت كده خلاص غيرت الباسورد حتى بتاع صفحة الراوتر، بمعنى ان حتى الناس اللي متصلين عندك على الواي فاي محدش فيهم هيقدر يدخل صفحة الراوتر او يغير في الاعدادات اللي انت عاملها. ببساطة يا جماعة الطريقة دي بسيطة جدا وسهلة وان شاء الله تعجبكم، واي حاجه برضو محتاجين تسالوا فيها اسالوني في الكومنتات. طبعا ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونعمل لايك للفيديو لو عجبنا ونشيره مع اصدقائنا عشان نحمي الواي فاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب، معاكم احمد عابد من قناه تيك ويندوز. موضوع فيديو النهارده ان شاء الله عن الفي بي ان. ناس كتير بتسال عن الفي بي ان، بكل بساطه يا شباب الفي بي ان هو عباره عن وسيط بيدخل ما بينك وبين شركه الانترنت اللي انت موصل عليها الانترنت، والفي بي ان ده اختصار لكلمه فيرتشوال برايفت نتورك او شبكه خاصه وهميه او شبكه افتراضيه بمعنى اصح، بيعملها البرنامج ما بينك وبين شركه الانترنت عشان تتخطى اي حجب هي عاملاه على موقع او خدمه معينه على الانترنت. من فوائد الفي بي ان يا شباب النقط التاليه اللي هنتعرف عليها بشكل سريع مع بعض. اول حاجه عندنا هي حمايه الخصوصيه بتاعتك على الانترنت، بمعنى اخفاء هويتك تماما من التتبع. برضو من احد اسرار الفي بي ان شراء التذاكر والكوبونات والمفاتيح باسعار رخيصه جدا، بحيث تكون الحاجات دي او العروض دي متاحة في بلد معينة وليكن مثلا امريكا، انت بتقدر تفتح الفي بي ان على دولة امريكا وتدخل على الموقع اللي منزل العرض ده وبتقدر تستفيد من العرض ده او من الكوبون او من التذكرة دي بنفس التخفيض اللي بيحصل عليه المواطنين داخل امريكا. في برضو عندنا من النقط الفوائد اللي بنذكرها تجاوز الحجب، بمعنى عندنا مثلا في البلاد العربية او في الشرق الاوسط بشكل عام العديد من المواقع والخدمات محجوبة سواء لأسباب معينة أو غيرها، ولكن مع برامج الفي بي ان مفيش حاجة مش هتفتح معاك كأنك بالظبط في أي دولة أوروبية أو في أمريكا. كذلك برضو من نقط الفوائد اللي بنذكرها للفي بي ان تشفير اتصالك بشكل كامل، لذلك تقدر تتصل بأي شبكة واي فاي عامة بدون الخوف من تتبع نشاطك أو اختراق جهازك. كذلك آخر نقطة بنتكلم عليها وهي تشغيل بعض خدمات الألعاب وتحسين سرعتها في اللعب الجماعي زي الأونلاين زي ببجي وجاتا وغيرها من الألعاب المنتشرة اليومين دول. دلوقتي بعد ما عرفنا مميزات خدمة الفي بي ان يا شباب،
هنبدأ نتعرف على المواقع الكبيرة اللي محجوبة في مصر حاليا مثلا. كل دي هطرحها لكم كأمثلة بسيطة، نشوف قد ايه ان حجب الخدمات على المواقع دي بيأثر على الخدمة بشكل عام. اول موقع هنستعرضه مع بعض وهو موقع دايلي موشن. موقع دايلي موشن يا شباب لو حد مش عارفه هنعرفه مع بعض دلوقتي، انا هفتحه معاكم. دايلي موشن اهو من المواقع الشهيرة جدا على مستوى العالم كله اللي بتقدر تقدم لك فيديوهات بشكل مفتوح. الموقع طبعا متأسس من 2005، قريب شوية من اليوتيوب ولكن محتواه ممتاز جدا. تمام، لو حاولنا نفتح موقع ديلي موشن بالشكل ده لمصر طبعا مش هيفتح معانا زي ما احنا شايفين كده. كذلك برضو في بعض المواقع الإخبارية زي مثلا موقع اسمه العربي الجديد. تمام، هجربه برضو معاكم هنا. موقع العربي الجديد ده برضو موقع إخباري متميز جدا، كان انشئ برضو في 2014. لو حاولنا نفتحه كده هنلاقيه برضو مش هيفتح معاك بالشكل ده، مفيش اي اتصال ليه او بالسيرفر بتاعه باي شكل من الاشكال. كذلك برضو في بعض خدمات الفي بي ان نفسها او برامج الفي بي ان نفسها اللي تم حجبها في مصر، هنذكر منها مثلا في موقع برنامج سايفون. موقع برنامج سايفون ده لو حد يعرفه اوريه لكم برضو كده. زي ما احنا شايفين كده انا دلوقتي عملت بحث عن موقع سايفون. تمام، هو برنامج مفتوح المصدر وده احد البرامج اللي هنستخدمها النهارده، اوضحه لكم برضو. نحاول ندخل كده على الموقع الرسمي بتاعه، مش هيفتح برضو بالشكل ده. طبعا هو ده يعني تحسه ان هو نوع من انواع التقييد بشكل كبير. في برضو مواقع الفي بي ان برضو بشكل كبير هتلاقيها مش شغاله معاك. برضو يا شباب من ضمن المواقع الكبيره او الخدمات اللي محجوبه في مصر حاليا او تم حجبها بشكل كبير هي او برنامج هوت سبوت شايلد. هوت سبوت شايلد ده كان من اشهر البرامج الفي بي ان المفتوحه اللي بتقدم لك في بي ان مجاني بمساحه 500 ميجا يوميا. كذلك برضو كان في خطط مدفوعه تقدر تدخل عليها، ولكن الموقع بتاعه تم حجبه بشكل كامل زي ما احنا شايفين كده. تمام، ولكن طبعا الابلكيشن شغال على جوجل بلاي ستور او الاب ستور للايفون، شغال عليهم بشكل موجود دلوقتي، ولكن بالنسبه للكمبيوتر تم حجب الموقع. كذلك برضو في موقع تاني او خدمه تانيه اللي هي اكسبريس في بي ان. الموقع ده برضو من المواقع او الخدمات اللي بتقدم في بي ان بسرعه ممتازه جدا. كذلك برضو سيرفراته موجوده في كل انحاء العالم. اكسبريس في بي ان يعني انا استخدمته بشكل شخصي، ولكن هو ده مدفوع ما فيهوش مجاني. تمام، مدفوع بشكل كبير لكن برضو تم حجبه بشكل كبير. فزي ما وضحت لكم في مجموعه حاجات كتيره جدا تم تقييدها بشكل كبير سواء في مصر او السعوديه او اي دوله عربيه تانية. فبالتالي انت بتحاول ان انت تستخدم الخدمه دي ولكن طبعا بتلاقيها محجوبه. فبالتالي احنا بنحاول نشوف حل للموضوع ده، وده اللي هقدمه معاكم النهارده ان شاء الله لاول مره. النهارده ان شاء الله هقدم لكم افضل برنامجين في بي ان انا جربتهم مجانا، بيقدموا لك نت سريع بلا قيود ولا اي شيء. ولكن قبل ما ابدا معاكم انا ببرئ ذمتي تماما من اي حد هيستخدم البرامج دي في اي معصيه لله، كذلك يستخدم البرامج دي برضو في اي استخدام غير قانوني. وطبعا اللي بيشوفنا لاول مره ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونعمل لايك للفيديو وشير لو استفدت من الفيديو. يلا بينا نبدا مع بعض دلوقتي يا شباب. قبل ما نبتدي على طول بس بفكركم ان البرامج دي هما برنامجين، البرنامجين دول شغالين على الكمبيوتر وعلى الاندرويد وعلى الايفون، شغالين بنسبه 100% عن تجربه. انا هجرب معاكم النهارده ان شاء الله الشرح على الكمبيوتر وهوريكم الامثله اللي احنا جربناها من المواقع اللي هي مش شغاله او محجوبه في مصر حاليا هتفتح معانا بشكل طبيعي خالص. اول برنامج معانا هنستخدمه اللي هو موقع او برنامج في بي ان فور تيست. هنكتب بس في جوجل هنا، انا طبعا هسيب لكم اللينك مباشر على طول في صندوق الوصف للبرنامج. هنفتح الموقع الاساسي او الرسمي بتاعه زي ما هنشوفه كده، وبعد كده هنضغط على داونلود. طبعا زي ما احنا شايفين هو بيوفره لك للاندرويد والايفون والويندوز واللينكس، فانا هضغط على داونلود. تمام، وهضغط على نسخه الويندوز وهحملها. تبدا تحمل معانا طبعا بسرعه كبيره لانها حجمها صغير. هنفتح على طول ملف التثبيت. تمام، وهقول له anyone. هننتظر بس كده لحظات يحمل الملفات بتاعته. هيظهر لك دي او الرساله دي، هنضغط على انستول عشان يسطب بس الدرايفر بتاعه الخاص بالنتورك. دلوقتي خلاص يا شباب زي ما احنا شايفين كده البرنامج اتسطب بشكل كبير. هنعمل رن على طول عشان يبدا يشغل ونعمل فينش. دلوقتي هيفتح معانا البرنامج بالشكل ده، هيطلب منك ايميل وباسورد. هو ممكن ان انت تكمل من غير اكونت خالص، ولكن الافضل ان انت تعمل اكونت. هتضغط على كرييت اكونت وتسجل اكونت عادي جدا، انا كنت سجلته قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، فهدخل بالاكونت بتاعي على طول بالايميل. اعمل لوجن. مجرد ما نعمل لوجن يا شباب هيظهر معانا البرنامج بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين الواجهه بتاعته بسيطه جدا، والبرنامج فري مش محتاج منك اي تفعيل او اي حاجه، والسرعه بتاعته فوق الممتازه. يعني ده من افضل بصراحه برامج الفي بي ان اللي انا استخدمتها. زي ما احنا شايفين هنا على الخريطه هو بيوضح لك الاماكن
اللي انت متاح ان انت تعمل عليها كونكت او اتصال وتكون ظاهر انك متصل او موجود في الاماكن دي. يعني مثلا هنا عندنا في 2 سيرفر موجودين في الولايات المتحدة، وطبعا عندك سيرفرات كتيرة جدا موجودة في اوروبا زي ما احنا شايفين هنا. وليكن انا هختار، وليكن يعني تجربة بسيطة، هجرب يونايتد كينجدم او انجلترا، تمام؟ فانا هختار انجلترا هنا وهضغط على كونكت. هيحاول دلوقتي يعمل اتصال، هننتظر بس لحظات. اول ما يكتب لك كونكتد يبقى كده خلاص احنا بقينا متصلين. خلاص هو دلوقتي خلاص بقى متصل كده، ظاهر لك دلوقتي ديسكونكت والسرعه اللي انت بتحمل وبتعمل بيها ابلود. طيب هنجرب دلوقتي، انت كده خلاص احنا بقينا كاننا في انجلترا، يعني انت دلوقتي كانك موجود في انجلترا، انا ما بقتش في مصر كده خلاص. هجرب دلوقتي هفتح معاكوا اي حاجه من اللي ما كانتش بتفتح اول مره، وليكن مثلا هجرب هفتح هوت سبوت تشايلد، تمام؟ ده من المواقع الفي بي ان اللي لسه موريها لكم دلوقتي، مقفوله وما بتفتحش، لو جربت تفتحها من غير في بي ان مش هتفتح. طب هجرب افتحه دلوقتي بالفي بي ان، فتح الموقع بدون اي مشكله خالص. طيب هجرب معاكم موقع تاني برضو كنا عليه، اللي هو ديلي موشن الخاص بالفيديوهات. هضغط على ديلي موشن كده زي ما احنا شايفين، موقع ديلي موشن فتح بشكل كامل، عليه محتوى كبير جدا تقدر تفتحه وتتصفحه في اي وقت بدون اي مشكله خالص. والسرعه زي ما احنا شايفين الموقع ما خدش يا دوب 3 ثواني وكان حمل بالكامل من غير اي مشكله خالص. برضو لو جربنا مثلا اي موقع تاني، هنقول مثلا العربي الجديد بس مثلا كموقع اخباري برضو من المواقع المحجوبه، نجرب كده نفتحه زي ما انتم شايفين كده. في اي حاجه ما بتحملش؟ اكيد لا، كل حاجه بتحمل يا جماعه بشكل كبير جدا من غير اي مشكله، تمام؟ كذلك برضو لو عندك اي لعبه انت بتواجه فيها مشكله، في مشكله البنج او مشكله التواصل مع اصدقائك، مجرد ما هتفعل الفي بي ان تقدر تغير السيرفر في اي وقت. نفترض دلوقتي انا عايز اتاكد فعلا ان انا من جوه انجلترا، تمام؟ فهاجي هنا وهقول له في جوجل، اقول له وات از ماي اي بي، تمام؟ هيفتح لك طبعا مواقع كتير تقدر تجيب منها الاي بي والمكان بتاعك. هفتح اول سايت ده، تمام؟ هيبدا يجيب لك، بصوا دلوقتي السيتي، انا دلوقتي كاني موجود في لندن، والريجن اللي انا موجود فيها انجلاند يونايتد كينجدم، فانا كاني دلوقتي متصل على شركه او في اتش، تمام؟ في انجلترا، والسرعه وصلاني بشكل كامل، انا دلوقتي في انجلترا، كل حاجه شغاله في انجلترا. هتفتح معايا مفيش اي حاجه ولا اي حاجه خالص، ولا كاني في مصر دي، خلاص شكرا. كذلك برضو ان انا دلوقتي لو متصل على الواي فاي في اي مكان مفتوح زي المطار او كده، مفيش حد يقدر يعمل تتبع عليا او يشوف النشاط اللي انا بعمله ايه، ده لو الواي فاي مفتوح. دلوقتي خلاص احنا جربنا البرنامج ده، وزي ما وضحت لكم انا حطيته رقم واحد بالنسبه لي، لانه افضل بكتير من الموقع التاني او البرنامج التاني اللي انا لسه هوضحه لكم دلوقتي. دلوقتي احنا كده جربنا خلاص البرنامج الاولاني، في طبعا زي ما وضحت لكم مواقع كتير تانية موجود فيها السيرفرات تقدر تعمل كونكت عليها او اتصال، زي مثلا فرنسا، قبرص مثلا، في برضه مسائي دي مثلا جورجيا اهي زي ما احنا شايفين، اوكرانيا. طبعا اي حاجه محجوبه عندك يعني مستحيل مش هتفتح في دول كلهم، شايفين كمية سيرفرات قد ايه يعني تقدر تعمل عليها كونكت. والبرنامج بسيط وواجهته سهلة، مفيش سيريال، مفيش تفعيل، مفيش اي حاجة، ولا هيطلب يعني مش هيطلب منك اي حاجة، ولا بيعمل لك حتى قيود على السرعة، تمام؟ ودي احسن حاجة فيه، ان هو مش بيجبرك ان انت تشتري ترخيص للبرنامج عشان يقيد لك السرعة او كده. طيب دلوقتي احنا خلاص استخدمنا البرنامج ده وجربناه، هجرب معاكم البرنامج التاني مع بعض، وهو برنامج سايفون. زي ما وضحت لكم برنامج سايفون اصلا الموقع الرسمي بتاعه محجوب في مصر، لو حاولنا ندخل عليه من هنا بصوا مش هيفتح بالشكل ده، ولكن في موقع تاني شغال برضه، احنا ممكن نجيبه من اي موقع تاني خاص بالبرامج. زي ايه مثلا؟ لو قلنا سوفت بيديا، انا كده كده هسيب لكم يعني لينك مباشر هيفتح معاكم على طول، يعني ما تقلقوش من النقطه دي. ماشي، هنقول له سوفت بيديا، بصوا هيجيب لي اخر نسخه تم اصدارها لي على موقع سوفت بيديا الخاص بالبرامج، نقدر نحمل منه. ولكن برضه هقول لكم على طريقه اسهل خالص من غير سوفت بيديا او حاجه، بصوا امازون ناوس، تمام؟ هنفتح اللينك ده، انا هسيب لكم اللينك ده مباشر على طول. بصوا جاب لنا لينك مباشر، هنحمل كده، تمام؟ وهنقول له سيف لينك، هنقول له داونلود، بدا يحمل معانا. خلاص حمل 7 ميجا، هبتدي اشغله. البرنامج ده يا جماعه مش بيتسطب، يعني ده بورتابل بيشتغل بشكل مباشر على طول. هفتحه دلوقتي كده، وتقدر تغير الواجهه بتاعته للغه العربيه. هو كده كده يعني شاف ان انا على طول من مصر، فجاب لي اللغه العربيه على طول وبدا يعمل اتصال. طيب بالنسبه للسيرفرات بتاعته اللي هو بيوفرها، هو كده كده اوريدي بيعمل على الدوله الاسرع. طيب هيحاول دلوقتي بس يعمل اتصال كده عشان يعمل ابديت، هنقول له اعمل اتصال. شايفين دلوقتي خلاص جاب لي تم الاتصال، بمعنى كده ان هو اتصل خلاص بسيرفر خارجي.
طيب دلوقتي لو انا حاولت ان انا اعرف الدوله اللي انا متصل عليها دلوقتي ايه، هو دلوقتي مش موضحها لي تمام، ولكن انت تقدر تغيرها. يعني شايفين دلوقتي كميه الدول اللي انت ممكن تغير ليها السيرفر اللي انت متصل عليه. طيب هجرب معاكوا برضو وليكن المملكه المتحده اللي احنا جربناها في البرنامج التاني، جربها هنا مثلا، هيروح فاصل ده ويبدا يتصل بسيرفر المملكه المتحده. خلاص كده اتصل على طول زي ما احنا شايفين. هدخل دلوقتي ونتاكد برضو من السيرفر بتاعه، برضو هنقول له وات، هندخل دلوقتي عشان نعرف الاي بي والدوله اللي انا متصل بيها برضو. زي ما احنا شايفين كده خلاص غيرني، انا موجود دلوقتي في انجلترا يونايتد كينجدوم تمام. طيب لو جربت برضو ديلي موشن شايفين السرعه، ديلي موشن اشتغل بسهوله كبيره جدا، مفيش اي حاجه يا جماعه محجوبه مش هتشتغل معاك البرنامج ده او ده، ولكن طبعا زي ما وضحت لكم انا بفضل البرنامج الاولاني افضل من ده. ده ساعات ممكن احيانا، يعني ممكن احيانا بنسبه بسيطه جدا ان تلاقيه مثلا وقف معاك او كده، هتحتاج بس ان انت هتغير السيرفر اللي انت متصل عليه تمام. برضو الاعدادات بتاعته سهله جدا، من هنا تقدر تتحكم فيها لو عايز تعمل اي حاجه معينه فيه تمام. كذلك برضو لو انت معاك سيرفر ابستريم تقدر تستخدمه من هنا كبروكسي برضو افتراضي معاك، وتقدر تعمل او تستخدمه بشكل كامل مجانا، مفيش اي دفع فلوس فيه خالص. هو بيقول لك هنا ان انت لو عايز تجيب النسخه البرو، ولكن انا بقول لكم النسخه البرو ملهاش اي لازمه خالص، النسخه المجاني هنا بتفي بالغرض وزياده، بمعنى مفيش اي حاجه مش هتشتغل معاك فيه. لو في اي حاجه تانية او اي سؤال معاكم اسالوني في التعليقات وهجاوب عليكم ان شاء الله بخصوص الفي بي ان. زي ما وضحت لكم البرنامج ده والبرنامج التاني في بي ان فور تيست تمام، الاثنين موجودين على جوجل بلاي ستور وعلى الاب ستور للايفون، بمعنى ان انت لو عايز تفتح اي حاجه محجوبه عندك او عندك مشكله في خدمه معينه، خدمه اتصال مثلا على برنامج معين مش شغاله، هتستخدم الفي بي ان اي واحد من دول وهيحل معاك المشكله ان شاء الله. كده كده برضو انا هسيب لكم لينكات الابلكيشن سواء لجوجل بلاي او اب ستور للبرنامجين، وبرضو للويندوز عشان تجربوهم زي ما انا جربتهم دلوقتي. اتمنى ان يكون الشرح ده بسيط ليكم تمام، واتمنى ان احنا نعمل برضو سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو. لو عليكم يا شباب، معاكم احمد عابد من قناه تيك ويندوز. النهارده ان شاء الله هقدم لكم شرح بسيط جدا لتحميل ملفاتك من الانترنت على حسابك في جوجل درايف. ناس كتير بتواجه مشكله من ضياع الملفات على الانترنت، بمعنى لو عندك مثلا رابط في ابحاث بتاعتك او ملفات مهمه او ايا كان الموقع اللي كانت عليه الملفات وخايف انها تضيع منك، بالطريقه دي هتقدر تسحب ملفاتك من الروابط المباشره بتاعتها لحسابك مباشره في جوجل درايف، وتحتفظ بيها في امان تام طبعا مع جميع مزايا جوجل درايف، ومنها الامان والسرعه الكامله في التحميل والاستكمال في اي وقت. ما ننساش اللي بيشوفنا لاول مره، تاكد انك عملت اشتراك في القناه ومفعل الجرس ولايك وكومنت لو الفيديو عجبك، لان ده بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدا على طول. كنت شرحت لكم يا شباب في فيديو سابق موجود برده على القناه، وهحط لكم اللينك بتاعه في علامه الاي اللي هتظهر دلوقتي، طريقه عمل شيرد فولدر او درايف مشترك. الدرايف ده بيكون مساحته انليميتد، كل ده بيكون موجود داخل حسابك في جوجل درايف، فبتقدر ان انت تحمل عليه ملفات بمساحه انليميتد مفتوحه معاك من غير ما يتملي في اي وقت. الطريقه بسيطه جدا، هنقدر نرجع للفيديو في اي وقت تشوف الطريقه وتطبقها وتعملها. انا دلوقتي هطبق الطريقه بالظبط على الحساب بتاعي اللي موجود فيه شيرد فولدر او مساحه مشتركه بشارك عليها الملفات، وكنت عملتها معاكم نفس اللي موجوده في الفيديو اللي فات. الفولدر اهو باسم تيك ويندوز، ده اللي هتبقى مساحته انليميتد. هجرب معاكم الطريقه دلوقتي. الطريقه ببساطه جدا يا شباب، زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه هنعملها تتاكد بس ان الحساب بتاعك خلاص انت فتحته وعليه الصلاحيات كامله ومفتوح بالشكل ده. بعد كده هنفتح اللينكات، انا طبعا هسيب لكم الملف ده اللي فيه اللينكات اللي هنستخدمها في صندوق الوصف تحت. هنفتح اول حاجه اللينك ده اللي هو collab.research.google.com. بعد ما يفتح معانا موقع كولاب ده هيفتح بالشكل ده كده، ده موقع للاكواد شويه او للناس المطورين تمام، احنا هنستخدمه في الموضوع ده. طيب دلوقتي فتح معانا بالشكل ده، هنضغط على نيو نوت بوك. بعد كده هيفتح معانا بالشكل ده، ننتظر بس يحمل. بعد ما يحمل معانا يا شباب بالشكل ده زي ما احنا شايفين، هيطلب مني ان انا اكتب الكود اللي هيبدا يشتغل عليه تمام. فانا هحتاج دلوقتي ان هو يشغل لي السيرفر بتاعه، فعشان نشغل السيرفر بتاعه ده هنحتاج الكود ده. هنكتب الكود ده، هناخده كده كوبي وهنروح هناك هنكتبه هنا بيست، وهنعمل تشغيل للكود ده، مش هنغير فيه اي حاجه، هنعمل تشغيل بس على طول عشان يبدا يعمل ماونت. هو دلوقتي بيحاول يعمل اتصال بالدرايف بتاعي ويشغله على السيرفر عشان يعمل تواصل ما بينهم.
خلاص كده هو بقى متصل زي ما احنا شايفين، تمام، وظهر لي الرام والديسك بتاعت السيرفر اللي انا هبتدي اشتغل عليه. بعد ما يحمل بالشكل ده هيظهر لي اللينك ده، هو بس عايز دلوقتي صلاحية او بيرميشن على التعديل على الحساب بتاعي، فانا هديله هفتح اللينك ده بالشكل ده، تمام. ظهر طبعا الايميل بتاعي، هضغط عليه. بعد كده بيقول لي انا عايز اخد صلاحيات بالظبط عشان ابدأ انسخ الملفات اللي انت عاوزها، اقول له سماح، تمام. هيظهر لك الكود ده. طيب هناخد الكود ده وهنرجع تاني وهنروح عاملين له لاسك هنا وهنضغط انتر. شايفين دلوقتي عمل حاجة اسمها ماونتد. خلاص كده هو دلوقتي عمل تواصل او توصيل مع الدرايف الاكونت بتاعك مع السيرفر اللي احنا هنستخدمه عشان يبدأ يسحب الملفات او تبدأ انت تعمل اي اوامر موجودة عليه. احنا الاوامر الخاصة بالفيديو بتاع النهاردة اللي هي سحب اللينكات او الملفات المباشرة على الحساب بتاعك في جوجل درايف، بحيث ان انت تخزنها على حسابك ترجع لها في اي وقت. دلوقتي خلاص كده هو عمل ماونت زي ما احنا شايفين. هنرجع تاني للاوامر بتاعتنا، تمام، وهنلاقي فيه الامر ده عندنا زي ما احنا شايفين. هناخد الامر ده كده كله كوبي برضو، وهنروح هناك وهنروح عاملين بلاس كود عشان نكتب كود جديد. هندوس على بلاس كود دي وهنروح عاملين لاسك او باست للكود بتاعنا الجديد. طيب الكود ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن اللي احنا هنغيره فيه بس حاجة واحدة، اللي هو الداونلود لينك. داونلود لينك ده اللي هو الرابط المباشر اللي احنا محتاجين ان احنا نحتفظ بيه في الحساب بتاعنا. طيب هنجيب الداونلود لينك ده منين؟ انا هحضر لكم في مثالين دلوقتي. وليكن مثلا اول مثال دلوقتي انا مفترض مثلا ان انا بحمل قرآن، في عندي مثلا الطبلاوي، الشيخ الطبلاوي، تمام. هنقول له مصحف الطبلاوي جواد، تمام، وهقول له اعمل لي بحث في موقع archive.org. دلوقتي انا بعمل معكم يعني مثال بسيط جدا، تمام. ظهر لي زي ما احنا شايفين كده مصحف مجود كامل للشيخ الطبلاوي. ده هيبقى ملف كامل مضغوط بصيغة ZIP. انا كل ده عشان احصل بس على الرابط المباشر، عشان بس اوريكم مثال للحاجة برابط مباشر. دلوقتي هنشوف هنا زي ما احنا شايفين تحت اللي ظهر تحت كده اللينك الامتداد بتاعه في الاخر ZIP او ملف مضغوط، ده اللي هيبقى المصحف الكامل. فانا هاجي هنا وهروح قايل له كليك يمين وهختار copy link location، تمام. دلوقتي انا خلاص خدت نسخة من الرابط المباشر للمصحف ده. موقع archive.org طبعا بيوفر لينكات مباشرة على طول. وهرجع تاني لموقع كولاب، تمام، وهروح مبدل كلمة داونلود لينك دي اللي هي ما بين الكومة باللينك الجديد بتاعي. خلاص كده عملنا اللينك المباشر بتاعنا. طيب في لينكات تانية مباشرة؟ اه في. طيب زي ايه؟ وليكن مثلا ده لينك كنت انا محضره، موقع او برنامج وينرار اللي هو بتاع ضغط الملفات. طيب دلوقتي احنا لما نيجي نحمله هو بيبدأ يحولك على كذا رابط. افترض معاكم ان انا لسه داخل الموقع عادي جدا، مفيش مشكلة. بصوا دلوقتي انا خلاص دخلت الموقع من جديد خالص، وبعد كده هضغط على داونلود وينرار، تمام، وبعد كده هضغط على continue to download وينرار. هيظهر لي بالشكل ده، وبعد كده هيروح مطلع لي اللينك ده. اللينك ده يا جماعة هو المباشر، ده اللينك النهائي اللي انا باخده وهسحبه. اقدر اسحبه اي لينك مباشر، هقدر اسحبه على جوجل درايف بسهوله، مفيش اي مشكله خالص. طيب اللينك التاني برضو زي ده بالظبط، بس التاني حجمه اكبر، يعني ده حجمه صغير. لا انا هحتاج بس اجرب لكم لينك كبير شويه. يعني اللينك التاني ده مثلا هنشوف حجمه كده قد ايه. لو جيت انا احمله هنا بصوا حجمه 465 ميجا، تمام. فانا هسحب الملف ده كله على جوجل درايف عادي جدا، مفيش مشكله. طيب دلوقتي خلاص احنا كتبنا خلاص العنوان او الرابط بتاعه هنا، تمام. زي ما وضحت لكم مره تانية احنا كتبنا الكود ده، خدناه كوبي باست هنا على طول، غيرنا بس حطينا اللينك المباشر هنا، تمام. وهنعدل حاجه تانية بسيطه جدا اللي هو المسار اللي هو هينسخ فيه الملف ده او هيحمل فيه الملف ده، تمام. هو محدد لي المسار ده هنا، لا انا هحاول اغيره بحيث ان هو يحط لي الملف ده في الشيرد فولدر بتاعي اللي انا عامله اللي هو مساحته انليميتد اصلا مفتوحه على حسب المسار اللي انت عايزه. برضو هتدخل هنا، هتضغط هنا، وبعد كده هتضغط على درايف، تمام، وبعد كده هتضغط على في عندك الماي درايف ده اللي هو مساحتك الطبيعيه العاديه اللي هي ال 15 جيجا، وفي عندي الشيرد فولدر. طيب انا هخش الشيرد فولدر بتاعتي هلاقي تيك ويندوز زي ما انتم شايفين كده. فهاجي على تيك ويندوز دي وهروح داخل عليها كليك يمين واختار كوبي باث، تمام. بعد كده هاجي هنا برضو ما بين الكومه والكومه وهعدل كل ده وهنحط اللينك الجديد او المسار الجديد، تمام. بعد ما نحط المسار الجديد كده خلاص احنا خلصنا. هروح دايس على تشغيل الامر ده عشان يبتدي يشتغل. زي ما احنا شايفين كده يا شباب بيحمل بسرعه رهيبه جدا من موقع ارشيف، وبدا يسحب لي الملف بحيث ان هو يكون موجود على جوجل درايف في
في الحساب بتاعي. هننتظر لحظات معاكم كده لغاية لما يخلص، تمام؟ ومجرد ما يخلص هبدأ أتابع معاكم مرة تانية. دلوقتي يا شباب زي ما احنا شايفين كده، خلاص كده هو سحب الملف بشكل كامل زي ما احنا شايفين، خلاص حمل بنسبة 100% وقال لي الملف سيف ده خلاص. طيب دلوقتي انا عايز اتأكد ان الملف خلاص بقى موجود عندي في الاكونت. هرجع دلوقتي هنا وهفتح الاكونت بتاعي عادي جدا drive.google.com، تمام؟ وهدخل على الشيرد فولدر اللي احنا عاملينه تيك ويندوز. زي ما احنا شايفين هنا ظهر الملف اهو بالحجم بتاعه الكامل، تمام؟ طبعا عشان انت طبعا ما تتلخبطش في الاسم ده تقدر طبعا تعدل عليه زي ما انت عايز، تمام؟ فانا هقول له مثلا دلوقتي خلاص كده انا سحبت الملف. بنفس الطريقه دي هتقدر تسحب اي ملف تاني موجود على الانترنت، سواء ابحاث بتاعتك او ملفات بتاعتك في اي مكان خايف ان هي تتمسح في اي وقت او تضيع، وتحطها بشكل unlimited او بشكل مباشر على الاكونت بتاعك في جوجل درايف في اي وقت. الطريقه بسيطه جدا وسهله زي ما انتم شايفين، ما خدتش معانا دقيقتين، والانترنت او السيرفر اللي بيسحب الملفات بشكل سريع جدا جدا زي ما جربت دلوقتي، تقدر تسحب ملفات بحجم كبير جدا. طبعا هو هيبقى ملف ملف، تمام؟ لانك هتحط بس مسار واحد بس او لينك واحد بس في كل مرة، تمام؟ ولكن زي ما انتم شايفين هو مش هياخد وقت خالص معاك، تقدر تسحب ملفاتك كلها في اي وقت، والملفات بتاعتك هتكون في امان تام، تقدر تحملها او تبعتها لاصدقائك من خلال الروابط بنفس كافة المميزات اللي موجودة في جوجل درايف اللي كلنا عارفها. تمام، اتمنى يكون الشرح بسيط، واتمنى ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم لان ده بيدعمنا جدا، وكومنت واي حاجه محتاجينها وضحوها لي في التعليقات تحت، وان شاء الله هرد عليكم على طول. انتظروا ان شاء الله بحضر لفيديوهات جديده في خاصه برضو بجوجل درايف، ان شاء الله هنشرح كل حاجه في جوجل درايف ده بحيث ان ما يكونش معانا اي مشكله فيه وتكون الملفات بتاعتنا في امان تام. الله، هقدم لكم درس بسيط جدا، وهو ان احنا ازاي نجيب كورسات مجانا من موقع يوديمي. موقع يوديمي للناس اللي مش عارفاه ده من احسن او من افضل المنصات التعليمية اللي موجودة في العالم حاليا. الموقع ده عليه حاليا يعني كورسات في جميع المجالات، زي ما احنا شايفين هنا في كورسات للبرمجة وللبزنس للاقتصاد للمحاسبة لتكنولوجيا المعلومات ديزاين او التسويق، جميع المجالات اللي انت حابب تتعلم فيها سواء لحياتك العملية او هواية عندك، او تقدر تستفيد من الكورس اللي انت هتدرسه في الموقع ده او المنصة دي من خلال العمل الحر ان انت تشتغل بيه مع نفسك فريلانسر بعد كده. دلوقتي هنتابع بعض الخطوات البسيطة، ولكن بقى حابب اوضح لك برضو ان انت بمجرد ما بتدرس الكورس على الموقع ده بتقدر تاخد منه شهادة. الشهادة دي بتبقى من موقع يوديمي وممضية من الموقع ان انت درست او كملت الكورس ده بالكامل او للاخر، تمام؟ واتممته، فبالتالي تقدر تستفيد من الشهادة دي ان انت تقدمها لاي مكان عمل هتقدم فيه فيما بعد، تمام؟ انا هبتدي معاكم النهاردة ان شاء الله من البداية خالص، من اول ما نسجل اكاونت للناس اللي ما عندهاش اكاونت او ما تعرفش اي فكرة عن الموقع ده، تمام؟ اول حاجة هنفتح الموقع زي ما احنا شايفين كده udemy.com، وهنعمل ساين اب هنا، تمام؟ هنكتب احمد عابد في الاسم، في الايميل هتكتب ايميل بتاعك عادي جدا، تمام؟ والباسورد زي ما انت عاوزه. بعد كده هنعمل ساين اب، ارجع لكم مره تانية بعد ما نفتح الاكونت ونسجله. اهم حاجه بس هتعمل اكتيفيشن او كونفيرم على الايميل بعد ما يوصلك للجيميل، تمام؟ دلوقتي يا شباب هنفتح الاكونت بعد ما عملنا كونفيرم عليه، تمام؟ هنكتب الايميل بتاعنا والباسورد وهنعمل لوج ان. هيفتح معانا الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع بالشكل ده، تمام؟ هتلاقي فيه بيانات الاكونت بتاعك هنا كلها بالكورسات اللي انت اشتركت فيها، بالاشعارات اللي جايه لك من الناس اللي بيدرسوا المواد او الكورسات اللي انت مشترك فيها. هنضغط على ماي كورسز هنا ونشوف الكورسات اللي انا اشتركت فيها من خلال الكوبونات المجانيه او الطريقه اللي انا هوريها لكم النهارده ان شاء الله، تمام؟ دي الكورسات اللي معايا حاليا في الاكونت بتاعي. زي ما احنا شايفين في كورسات عربي وفي كورسات انجليزي، عدد الكورسات هم 18 كورس. وليكن مثلا هوريكم الكورس اللي هو دوره الربح والعمل من خلال الانترنت وتمويل التطبيقات والالعاب للاستاذ احمد ناصر. الكورس ده يا جماعه من احسن الكورسات جدا على الموقع اللي انت او الناس اللي حابه تبتدي العمل الحر او الفريلانسر، ازاي يبتدي الموضوع ده من البدايه خالص. استاذ احمد ناصر يعني يوضح لك في الكورس ده مجموعه حاجات جدا لو قدرت، او افكار لو قدرت تتابع معاه فيها
هتبقى واحد من رواد الأعمال الحر على الإنترنت حاليا. زي ما احنا شايفين هنا هو بيشرح أفكار كتيرة جدا تقدر تستفيد منها، تمام؟ وده الكورس موجود في الأكاونت بتاعي، بقدر أتفرج عليه دلوقتي من الكمبيوتر أو من الأبليكيشن الموبايل سواء أندرويد أو آيفون بطريقة سهلة جدا. طيب الكورس ده كان ثمنه حوالي $150، تمام؟ أنا حاليا جبته مجانا. طيب جبته ازاي؟ أستاذ أحمد نفسه كان منزل كوبون عليه مجانا، أنا اشتركت في الكوبون ده وحصلت على الكورس وسجلته في الأكاونت بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الكورس ده كان ثمنه كام، أو دلوقتي ثمنه كام لو أنا عايز اشتريه. هرجع تاني كده على الكورسات بتاعتي وهدخل على الكورسات. دلوقتي يا شباب هوريكم سعر الكورس ده كام دلوقتي لو احنا حابين نشتريه. هعمل كده سيلكت عليه كده وهنعمل سيرش على جوجل على طول، تمام؟ ظهر دلوقتي هو اول لينك في النتيجة، هنفتحه كده وهنعمله برايفت ويندو، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده فتح معنا، ده من غير الاكاونت، انا دلوقتي مش مسجل بالاكاونت بتاعي. دورة الربح والعمل من خلال الانترنت وتمويل التطبيقات والالعاب، سعره $150، تمام؟ الكورس ده زي ما وضحت لكم انا استفدت بيه، تمام؟ وموجود في الاكاونت بتاعي دلوقتي للاستاذ احمد ناصر مجانا تماما. الطريقة اللي انا هوريها لكم دلوقتي في الفيديو هي نفس الطريقة اللي انا عملتها مع الكورس ده، تمام؟ الطريقة بسيطة جدا، طريقة شباب ببساطة جدا، ان احنا بنتابع بعض المواقع اللي بتنزل كوبونات مجانية للكورسات يوميا. المواقع دي انا جبت لكم النهاردة افضل 7 مواقع انا بتابع عليها بقالي فترة كبيرة جدا، المواقع دي موثوقة جدا وما فيهاش اي مشكلة خالص، ومرتبها لكم من الافضل للمستوى الجيد بعد كده. المواقع دي لو انت تابعتها يوم بيوم هتقدر تلاقي فيها اي كورس انت بتدور عليه مدفوع، يعني كورس انت مش قادر تشتريه مثلا او مفيش امكانية ان احنا نقدر نشتريه وعايز تحصل عليه مجانا، بيبقى نازل عليه عرض مثلا لمدة 24 ساعة او 48 ساعة، تمام؟ بتسجل في الاكاونت وقت ما بينزل عليه العرض وبيفضل الكورس في حسابك لمدى الحياة، تقدر تستفيد منه في اي وقت، زي الكورسات اللي انا اشتركت فيها دي وانتوا شايفينها معايا. بصوا كده كل دي كورسات حاليا مدفوعة، لو قدرت او دخلت اوريها لكم زي الكورس الربح من الانترنت كلها مدفوعة وحاليا هي مجانا خلاص وموجودة في الاكاونت بتاعي. طيب هنبتدي ازاي مع المواقع دي، تمام؟ اول حاجة معانا في، انا طبعا كل ده موضحه في التدوينة او المقالة، ممكن نرجع لها وهحط لكم طبعا لينك المقالة في صندوق الوصف تحت. اول لينك معانا اللي هو ده، هنفتحه كده. الموقع ده يا جماعة حاليا بينزل كورسات يوميا، ولكن هو في عيب بسيط ان هو مش مجانا، ولكن بيديك فترة 24 ساعة للتجربة، فبالتالي انا بنصح اي حد ان عايز يستفيد من الموقع ده، هو ميزته برضو ان هو بينزل كورسات بالعربي. طيب انا دلوقتي عايز اسجل فيه واستفيد من ال 24 ساعة بتاعته بشكل سريع بعيدا عن الايميل الاساسي بتاعي، مفيش مشكلة. بصوا هنعمل ايه، هنعمل try free now، تمام؟ وظهر لي الموضوع ده، طالب الايميل. طيب هخش على مهمل.com. طيب موقع مهمل.com هيديني ايميل مؤقت، تمام؟ هنعمل انشاء بريد عشوائي، تمام؟ وهناخد الاكونت وهنرجع تاني على الموقع هنا وهقول له ان انا طالب student اهو. دلوقتي بيقول لي 1 day free sign up، تمام؟ نعمل اوكي. تمام دلوقتي ظبط معايا الاكونت او سجل معايا الاكونت، ولكن بيقول لي اكتيفه الاول او اعمل كونفيرم على الايميل، مفيش مشكله. هنرجع تاني على الايميل، تمام؟ ظهر لي الرساله اللي هو بعتها، هنفتح كده وهنعمل كونفيرم ايميل. زي ما احنا شايفين كده هو خلاص كده عمل كونفيرم ايميل، طالب معانا الباسورد. طيب هقول له الباسورد اهو. طيب دلوقتي خلاص هو كده عمل لوج ان معانا وفتح معانا الموقع. هنعمل داشبورد، هندخل على الداشبورد، ظهرت لنا دلوقتي الواجهه الرئيسيه دي، تمام؟ اول حاجه هندخل عليها فايند كوبونز ناو، دلوقتي ظهر لي الكورسات الجديده اللي عليه اللي عليها كوبونات مجانيه، تمام؟ يعني دلوقتي مثلا عندنا كورس قواعد البيانات ده تيكوال، تمام؟ الكورس ده زي ما هو موضح لي هنا ثمنه $200، ولكن نازل عليه عرض مجانا. طيب هبدا معاكم بالكورسات العربيه اللي هي تهمنا اكتر. هندخل دلوقتي وهنعمل الفلتر، هنقول له انا عايز الكورسات اللي عليها خصم 100% بحيث ان هي تبقى مجانا، هنعلم عليها وهقول له اللغه، انا مش عايز كورسات انجليش، عايز كورسات عربي. هننزل تحت كده وهنختار عربيك. زي ما احنا شايفين دلوقتي لقينا في كورس جديد دلوقتي اللي هو ميرش باي امازون، الكورس ده خاص بتسويق المنتجات على موقع امازون العالمي والربح منها. هندخل على الكورس كده، الكورس ده زي ما احنا شايفين $58. هندخل دلوقتي يا شباب على الكورس كده عشان نسجل فيه واوريكم ازاي ان احنا نشترك في الكورس وناخد الكوبون بتاعه ويكون موجود في الاكونت بتاعنا مدى الحياه، نقدر نستفيد منه او نتفرج عليه في اي وقت. هنضغط على الكورس كده هيفتح معانا،
بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي، هو مدينا ان هو فري مجانا بدل من $50 خصم 100% وباقي يوم واحد بس على العرض ده. طيب عايزين نشترك فيه بقى ونخليه في الاكاونت بتاعنا، هنعمل ايه؟ نضغط على enroll now. طيب هي الفكره هو عمل ايه؟ هو ضاف بس الكود، الكود ده هو اللي مدينا الخصم 100%. بصوا هو دلوقتي ضايف الكود ده على حتى اللينك، بصوا كوبون كود، هو ضايف الكود دلوقتي على الكورس ده تمام. فاحنا هنضيف الكورس ده للاكونت بتاعنا، احنا بس كل اللي هنعمله هنعمل enroll now. بعد ما نعمل enroll now زي ما احنا شايفين كده، خلاص دلوقتي الكورس بقى موجود معانا في الاكونت ومديني كمان 30 يوم ضمان، مع اني ضمان انا اصلا ما دفعتش حاجه. فدلوقتي نبدا برضو نرجع نشوف الكورس مع بعض، يوريني طبعا ايه مميزات الكورس كلها، تصاميم مجانيه للتيشيرتات، كل حاجه ليها علاقه ببيع المنتجات على امازون بنظام الميرش باي. اتمنى ان الكورس ده تلحقوه برضو بعد الفيديو على طول ان شاء الله، لانه كورس فوق الممتاز واخد تقييم عالي جدا. ممكن نرجع كده ونشوف برضو الكورس ده يا جماعه، سجل فيه 5781 طالب لغاية دلوقتي، واخد تقييم 4.7، تقييم عالي جدا للأستاذ محمد أنصاري تمام. فأنا أنصحكم إن احنا نلحق العرض ده، وزي ما احنا شايفين هو دلوقتي موضح لي إن أنا اشتريت وأقدر أرجع للكورس ده في أي وقت. زي ما قلت لكم الموقع ده أجمد موقع في المواقع كلها اللي بتقدم الكورسات تمام. ناس كتير ما تعرفوش بصراحة، أنا لسه عارفه مؤخرا، بس موقع رائع. هي بس عيبه الوحيد إن هو مدفوع، لو أنت عايز تدخل عليه كل يوم بشكل مستمر. فبالتالي زي ما وضحت لكم في الملحوظه البسيطه ان احنا ممكن نعمل تسجيل بايميل مؤقت، الايميل ده هيخلينا ان احنا نقدر نتابع الموقع ده والكورسات الجديده عليه لمده 24 ساعه. طبعا في كورسات تانية كتيره جدا هنا زي انجليش مثلا، نشوف عليها خصم 100%. كل دي كورسات يا جماعه ممكن نستفيد منها تمام. يعني مثلا التسويق على انستغرام هنا، كورس الهاكر الاخلاقي برضو هنا موجود، لغه البايثون في البرمجه، التسويق على فيسبوك وتحديد الاهداف بالاستراتيجيات. موقع بصراحه رائع جدا تمام، اتمنى ان انتم تستفيدوا منه. طيب في مواقع تانية برضو، ولكن ده كان افضل حاجه فيهم بصراحه. في مواقع تانية زي real.discount، ندخل برضو ونشوف الموقع ده. الموقع ده يا جماعه برضو من المواقع المميزه جدا تمام، بيجيب لنا كورسات يوميا جديده بكوبونات خصم بتصل برضو ل 100%. وبرضو هو مقسم الكورسات كلها حسب التصنيف اللي انت محتاجه، تصميم، برمجة، IT، language، تعلم لغات، كل حاجة. ممكن الكورس طبعا في بعضنا بيلاقي كورسات معينة على موقع يوديمي نفسه مش عارف يشتريها، فبالتالي انت يعني الحل في الموضوع ده ايه؟ ان انت دلوقتي هتاخد اسم الكورس ده وهتروح مسرش بيه هنا، هتعمل سيرش هنا او في الموقع التاني ده، تعمل سيرش في الموقع ده كده هنا تمام، او ده، او اي موقع من اللي انا لسه هقول لكم عليه. بنسبه 90% يا جماعه هتلاقي الكورس اللي انت بتدور عليه لو كان انجليزي تمام. لو كان عربي هيبقى الموضوع صعب شويه، لان الكورسات العربي زي ما وضحت لكم في اول الفيديو مش بيبقى عليها اقبال او في الكوبونات كتير، ما بينزلش عليها كوبونات كتير. ولكن زي ما وضحت لكم هنا احنا في كورسات انجليزي كتير بيكون موجود معاها ترجمه بالعربي، فبالتالي انت مش هتحتاج اللغه العربيه في حاجه كبيره، بيكون في ترجمه عربي مع بعض الكورسات برضه. بالنسبة للكورسات الجديدة لو حابين نتعرف عليها ونعرف ايه احدث حاجة نزلت في الموقع، هنعمل new courses تمام. ظهر لي دلوقتي احدث الكورسات اللي اضافت للموقع، زي ما احنا شايفين دلوقتي الكورس ده اضاف من ساعة، وده من ساعتين، وده من 16 ساعة مثلا. هننزل تحت كده ونشوف برضو الكورسات الجديدة تمام، وليكن مثلا هنجرب اي حاجة برضو من عليه ونشوف الخصومات. يعني كل ده زي ما احنا شايفين كده خصم 100% بدل $110 نازل عليه خصم 100%، كذلك ده برضو نفس النظام $50 بقى ببلاش. يعني مثلا نجرب اللي هو الجافا، كورس الجافا ده مثلا نجربه كده، يجيب لي بياناته وبعد كده جيت كوبون اهو، زي ما احنا شايفين فتح معانا دلوقتي تقييم الكورس ده 4.8 تمام، وسجل فيه 13673 طالب نازل عليه العرض مجانا بدل $50. هنعمل برضو انرول ناو، انا كل ده بجرب معاكم في الاكونت الشخصي بتاعي تمام. خلاص كده الكورس بقى موجود في الاكونت بتاعي، اقدر استفيد منه في اي وقت. وزي ما وضحت لكم موقع يوديمي منصة جميلة جدا، تقدر تتابع عليها الدروس من خلال الموبايل الابليكيشن بتاعهم على الاندرويد او الايفون او من خلال الكمبيوتر في اي وقت. اهم حاجة ان انت تكون حصلت على الكورس في الاكاونت بتاعك. هنتابع معاكم في مواقع تانية برضو زي ده، يوديمي كوبون، الموقع ده يا جماعة برضو بينزل لنا احدث الكورسات برضو اللي عليها خصومات كبيرة جدا، وبيبقى عليه بصراحة كورسات جميلة زي مثلا الكورس ده لبرنامج ادوبي بريمير للسينيماتيك كالر، جرب مثلا ده تمام، ندخل على الكود زي ما احنا شايفين كده، الكورس ده ثمنه $35 نازل عليه خصم 100% لمده يومين،
نقدر نعمل انرول ناو برضو زي الكورسات التانية. اخر تحديث كان في شهر يناير 2020 وسجل فيه 38,000 طالب. دلوقتي باقي المواقع بنفس الفكرة بالظبط يا جماعة. دلوقتي هتقدر تسجل الكورسات في الاكونت الشخصي بتاعك، تمام، وتقدر تستفيد منها في اي وقت. وزي ما وضحت لكم الكورسات في بعضها بيبقى متوفر معاك ترجمة عربية، وبعضها بيبقى كورسات باللغة العربية. اتمنى ان احنا نستفيد من الكورسات دي وما نضيعش الوقت اللي احنا قاعدينه في البيت بسبب الحظر وبسبب الكورونا، ولكن ان شاء الله يكون الوضع احسن في الفترة الجاية ونستفيد كلنا ونتعلم. اتمنى بس ان احنا قبل ما نقفل الفيديو ان احنا اللي مش مشترك في القناة يشترك.